قام الصبيان يقلدون آذان المؤمنين، وكان فيهم أبو محذور رضي الله عنه، وكان عمره آنذاك 16 عاما. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت الندي، لكنه لم يكن يعلم أي الغلمان صاحب الصوت، فاستدعاهم وكانوا 10، وأمر كل واحد منهم أن يؤذن حتى انتهى إلى أبي محذورة. فأطلق سراح الأولين وأبقى أبا محذورة عنده، وضع يده على قلبه وقال له اذهب فأذن. فأذن من يومها في مكة، وخلفه أبناؤه جيلا بعد جيل يؤذنون في مكة رضوان الله تعالى عليه. فانظر، هو حاك الأذان استهزاء. بهذا تعلم أن الهداية بيد من؟ بيد الله. هذا غلام يلعب مع الصبيان ويسمع بالمؤمنين ولا يعرف ما الإيمان، ويسمع بالنبي ولا يعرف قدر النبي، ثم أخذ يسخر من الأذان فحاكاه. هذا في أول النهار، صلاة الظهر من ذلك اليوم أو العصر أصبح مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يعلم المؤمن أنه لا يوجد عاقل ييأس من روح الله، مهما تكالبت عليك الدنيا ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.